المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان. مرتبة صدحات ومراتب الدين كأه وحوية مرتبة الإحسان. الإحسان ركن واحد. إحسان كوا هالتير. وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة، عبادة رغبة، عبادة حب، عبادة شوق فيما عند الله، عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله سبحانه وتعالى ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. ركن قاسنا وحكوه استرى عبادة أه قفك إلهي إنه مراقبي وإلهي وإلاليه أوامرتيس نواهدس إلاليه إلهي إنه وشعلاضه إلهي إنه الدين تيس كل رقمه وأراعه النبي عليه الصلاة والسلام سيد أقول رقم شري. فإن لم أستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أخرج عن مرتبة الثانية تسمى عبادة الخوف والهرب، عبادة المراقبة. هدي مرتبة سريع أنقاري وايو قفك كبد حماية إنه كسوق هذا مرتبة لباته مرتبة عبسدة هي كعرد وكعرره عذابك إلهي إنه كفوق هذا وإلهي وهلك مراقبي. ما الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ محاد دليل أركان تأنصوشي أنه إسلام إيمان إحسان كمحاد دليل الدليل حديث جبريل عليه السلام والله أعلم. وحاد دليل حديث جبريل عليه السلام والله أعلم.